تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تعرضت سفينة إماراتية لهجوم بصاروخ أطلقه أفراد ميليشيا الحوثي لدى خروجها من ميناء المخا اليمني. فقال تحالف دعم الشرعية في بيان له إن أحد أفراد طاقم السفينة أصيب بجروح، بينما لم يسفر الهجوم عن أضرار في السفينة. وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعقب منفذيه. طالبت منظمات عربية ودولية الأمم المتحدة بإدانة إرهاب النظام الإيراني، وفي رسالة تسلمها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت منظمات المجتمع المدني إلى التصدي للإرهاب الصادر والممول من النظام الإيراني للعالم. وأكد البيان أن إيران تخالف القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وأنها تعد الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم أجمع. أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم تبنته جماعة الشباب الإرهابية على مطعم في مقديشو إلى 18 قتيل، فيما جرى احتجاز 32 شخصا على الأقل داخل فندق مجاور في هجوم نفذته مجموعة مسلحة، بحسب ما أعلن به متحدث باسم الحكومة الصومالية. قال سياسي فلبيني اليوم إن السكان الفارين من مدينة ماراوي المحاصرة شاهدوا 100 جثة على الأقل في المنطقة التي شهدت معارك شرسة بين قوات الأمن والمتشددين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وقال الجيش إن 290 شخصا قتلوا خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال. لقي 18 مصريا مصرعهم وجرح 52 آخرون إثر حوادث مرورية في محافظات مصرية عدة، بحسب بيان لوزارة الصحة. وقالت الوزارة إن الوفيات والإصابات وقعت في 5 حوادث سير في مناطق مختلفة من البلاد يوم أمس، بينهم 11 شخصا لقوا حتفهم في حادث واحد. تراجع مؤشر الدولار أمس إلى أدنى مستوياته منذ 9 من شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وينبأ التراجع المفاجئ في أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة بانحسار ضغوط التضخم. اخترع علماء في الولايات المتحدة وشما متغير اللون سيساعد على مراقبة مستويات السكر في الدم دون أن يضطر المرضى إلى وخز أنفسهم بالإبر مرات عدة طوال اليوم. وسيتم استبدال أحبار الوشم التقليدية بأحبار تتضمن أجهزة الاستشعار البيولوجي التي تتفاعل مع الجلوكوز والصوديوم والمركبات الكيميائية الأخرى التي ينتجها الجسم البشري. نهاية الموجز، في أمان الله.